اسمحوا لي أولا السيدات والسادة الزملاء والزميلات رؤساء ورئيسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن أرحب بكن وبكم باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا في هذا المؤتمر الدولي حول ممارسات الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب في مدينة مراكش التي تتحول اليوم إلى عاصمة أخرى إفريقية للفعل الحقوقي. لطالما كانت هذه المدينة محجاً لمبادرات وديناميات حقوقية يتواصل صداها في مختلف الأقطار، وهذا ما نطمح إليه اليوم أيضاً وغداً بكل تأكيد كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. آمل أن تتمكنوا خلال مقامكم معنا في التعرف أكثر على المدينة واستكشاف معالمها الثقافية والتراثية الضاربة في التاريخ لوطن يطمح دائماً لاستشراف المستقبل وتطوير أفريقيا. لقد اخترنا مع زملائنا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجنوب إفريقيا تنظيم هذا المؤتمر، حيث لا بد أن أشيد بالتعاون المثمر لمدة سنة في هذا التشاور وفي التبادل الأوراق لنصل اليوم إلى هذا المؤتمر بشكل واقعي. هذا النقاش وهذا المؤتمر نهدف به تقاسم وجهات نظر مختلف الفاعلين وتلاقحها وإغنائها من أجل فعل متسق ومهيكل للوقاية من التعذيب ومكافحة مختلف أشكاله وضروبه. نود اليوم المجلس الوطني ولجنة حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا أن نتقاسم هذه اللحظة التي تحمل رمزية ودلالات حقوقية قوية تشارك فيها المؤسسات الوطنية التي تطلع بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في قارتنا في إفريقيا والآليات الوطنية المحدثة خارج إطار هذه المؤسسات، فضلاً عن عدد من المشاركين معنا هذا الصباح. لا بد كذلك أن أشيد بالمستوى الرفيع لمسؤولين من المملكة المغربية عن مراكز الحرمانية الحرية، وهو ما يعكس رغبتنا جميعاً والتزامنا المتواصل في وضع وتكريس مقاربة وقائية مثلى تقوم بالأساس على تبادل الممارسات الفضلة على النحو المتوخى في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية. اسمحوا لي بالتذكير هذا الصباح أن المملكة المغربية توجد في دجنبر 2019 لأعلى تصنيف تمنحه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان نظير إعمال توصياتها ضمن لائحة 5 دول على درجة ألف، وهي مرادف لفعل حقيقي وكبير significant actions في التتبع والإعمال الفعلي لتوصيات الهيئة الأممية، وذلك لاعتماد المملكة حينها بقانون إعادة تنظيم المجلس وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. لقد شكلت السيدات والسادة مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب تتويجاً لمسار قوي وتعبئة كبيرة للمجتمع المدني المغربي ولترافع حثيث لدى المؤسسات التنفيذية والتشريعية آنذاك. كانت ضمن دعاماته كذلك توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصية فتح جميع أماكن الحرمان من الحرية أمام الزيارة، وهو أحد التزامات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب. أود أن أقتسم هذا الصباح شيء شخصي، حيث وأنا رئيسة اليوم لهذه المؤسسة الوطنية الوقائية والحمائية المتكاملة والمتسقة. لا أخفي عليكم اعتزازي بهذا المسار الداخلي الوطني الذي كنت من المساهمين فيه، حيث أن سنة 2009 بصفتي رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بادرت إلى ترصيد الترافع الجماعي وتنسيق عمل مجموعة ضمت 20 منظمة غير حكومية مغربية تشتغل في مجال حقوق الإنسان
على مدى سنة كاملة تقريبا من أجل الدفع بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق، وهو ما كان سنة 2014. نحن على مشارف احتفال بالعشرين سنة لمصادقة المملكة المغربية على هذا البروتوكول الاختياري. لقد كان النموذج كذلك موضوع نقاش مهم، أبرز النقاشات التي خدناها وتفاعلنا بشأنها. أتذكر أنا ألقي هذه الكلمة اليوم هذا الصباح، تلك النقاشات الجادة والمهمة التي أطلقت في نهاية المطاف اختيار النموذج الحالي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن ولاية شاملة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. لقد دافعت شخصياً وأعترف اليوم أمامكم قبل 15 سنة عن خيار احتضان المؤسسة الوطنية للولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، خاصة أن اختصاصات المؤسسة كانت آنذاك كذلك زيارة أماكن الحرمان من الحرية وصياغة التقارير التي تتضمن ملاحظاتها وخلاصاتها. شاءت الأقدار والصدف أن يتم تنصيب أحداث هذه الآلية وأنا أترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة استراتيجية التي خلدت الشهر الماضي في مايو الذكرى 33 لإحداثه. قد سبق للحضور الكريم التأكيد في إحدى اللقاءات السابقة بصفة رئيسة المجلس أن الأجراء الفعلية والفعالة للآلية الوطنية ضمن هياكله مسار مستمر يحتاج إلى تعزيز آلياته وأشكاله بشكل متواصل وفقاً لمقاربة يكمل بعضها البعض، تحظى بأولوية قصوى في أهدافنا وتحضر بشكل عرضاني في فعلنا الحقوقي الحمائي والوقائي. وهذا ما يتماشى تماماً مع المبادرات والإجراءات الأخرى التي يتخذها المجلس في إطار مقاربته القائمة على ثلاثة ركائز أساسية ما نسميه بـ 3 P's: الوقاية من انتهاكات، حماية الضحايا حقوق الإنسان، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. على هذا النحو وفي سياق إعمال هذه المقاربة الاستراتيجية لم نتردد بقيام بأول زيارة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب خلال أول فترات الحجر الصحي بسبب كوفيد 19. لقد قررنا حينها في مارس 2020 أن نكون بالضرورة في أماكن الحرمان من الحرية والتأكد من أن تدابير الوقاية والرعاية الصحية للأشخاص مكفولة ومضمونة أيضا في هذه الأماكن المغلقة. بهذه المناسبة أتوجه بالشكر مرة أخرى لزميلي دكتور بن عجيبة منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وفريق العمل الذين استجابوا لهذه الأولوية وانطلقت أولى الزيارات لمراكز الحرمان من الحرية في ظرف خاص وضمن صعوبات وإشكالات لم نعيشها سابقاً في زيارتنا. إذن المقاربة التي يقترحها المجلس الوطني مبنية على التكامل بين الفعل الوقائي والحمائي والنهوض، والتي تبقى دائماً وأبداً كما سبقت الإشارة إلى ذلك أولوية قصوى وتحضر بشكل عرضاني وأفقي في فعلنا الحقوقي. أذكر بهذا السياق بالاتفاقية إطار الشراكة والتعاون المؤسسات الموقعة في شتنبر 2020 بين المجلس الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، اتفاقية متفردة وغير مسبوقة في عملنا الحقوقي لإعمال مهام الوقاية وحماية حقوق الإنسان. ونشكر في شخصي السيد محمد الطخيسي التعاون المثمر مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإعمال هذه الاتفاقية وللمتابعة الحثيثة لبنودها. أود كذلك أن أذكر ونحن في هذا المؤتمر الدولي بالتعاون المثمر كذلك مع الدرك الملكي فيما يخص تفاعله مع توصياتنا ومع إشكالياتنا. إدارة المؤسسات السجنية التي نتمكن فعلا من الاستباق في عدد من الإشكاليات. وأحيي هنا حضورهم، سيكون لنا سنستمع إليهم خلال مساهمتهم معنا في هذا المؤتمر الدولي.
استراتيجيتنا بالمجلس تدعم دون شك اختيارنا لبناء قاعدة أسس مشتركة للوقاية من التعذيب ومكافحة أي شكل من أشكاله. إننا على إدراك ووعي تام كذلك أصدقاء الصديقات بحجم الجهود التي يتعين علينا بذلها والتحديات التي علينا مواجهتها أمام كل ما من شأنه تقويض الكرامة الإنسانية المتأصلة. إن تجربتنا كما ستلاحظون من قراءة الكتيب الذي وفيناكم به أظن وضع رهن إشارتكم جميعا توضح أن عملية إحداث آلية الوقاية من التعذيب هي مسلسل قد يستغرق وقتا ومطابرة مستمرة للوصول إلى نتائج مرضية. أود أن أشدد في هذا الصدد أنه بالرغم من نتائج الكمية والنوعية التي حققناها بالآلية الوطنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان فإننا ندرك تماما الإدراك أنه لا يزال أمامنا الكثير للقيام به من أجل بلورة إنجازات ترقى إلى مستوى طموحاتنا. نعرف السيدات والسادة أن الحديث عن الوقاية من التعذيب مهم جدا. سننكب خلال اليومين على ممارسات الآلية الوطنية بإفريقيا. يعني كذلك الحديث عن الإكراهات التي يطرحها والقضايا التي تثيرها. فلا يمكن الاقتصار فقط على مجرد التوثيق بل كذلك استخلاص الدروس الملموسة والعملية من تجارب بعضنا البعض بما في ذلك الآليات الوطنية القائمة أو تلك التي في طور التكوين والتمعن في استنتاجاتنا والعمل على تحويلها إلى إجراءات ملموسة. العمل الوقائي هو قبل كل شيء عمل يقوم على الملاحظة ويسعى إلى تحويل خلاصاتها إلى معرفة قيمة وتدابير ملموسة. ونعتقد أنه من اللازم له أيضاً أن يستشرف التوجهات المستقبلية والتحديات المحتملة ويصوغ الفرضيات ويبتكر تدابير مستجدة لإيجاد الحلول الملائمة. ونحن في عملنا لا نتوقف عن مساءلة أنفسنا وباستمرار عن أمثل الطرق لإنجاح الإصلاحات الهادفة لمكافحة التعذيب والوقاية منه. هل يجب أن نقتصر هذا المسعى على الإطار المعياري الوطني أو الدولي؟ بالتأكيد الحضور الكريم لن أنقص بأي شكل من الأشكال من أهمية هذه الأولوية، لكن ليس فقط وحده المعيار في يكون موضوع إصلاحاتنا. أن الأمر يرتبط بالنسبة لي بقدرتنا على بناء إطار مشترك لالتزام إنساني يتمثل في عدم قبول التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة والتسامح مع أي أشكال شكل من أشكاله. مجال عملنا إذن محفوف بالشكوك خاصة أن المخاطر المعهودة ما زالت قائمة مع بروز أخرى جديدة مما يفرض علينا تطوير مناهجنا وطرق اشتغالنا. وعلينا في هذا الإطار طرح العديد من الأسئلة يمكن أن نسوغ أجوبتها أو بعض الأجوبة خلال اليومين. هل نجحنا في الحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة؟ إلى أي مدى؟ هل نجحنا في التأثير إيجابياً على النظم القانونية والممارسات السائدة في كل بلد من بلداننا وفي قاراتنا؟ هل استطعنا التصدي بفعالية للتحديات الناشئة؟ بطرح هذه الأسئلة سنتمكن من وضع الأسس لتفكير موسع وبناء مستقبل الوقاية من التعذيب في قراتنا بدون شك. هذه قناعتي السيدات والسادة، أردت اقتصامها معكم هذا الصباح، وكذلك في أفق بلورة قاعدة مشتركة بين مختلف الفاعلين وإن اختلفت آليات الإعمال. طبيعة الحال التعاون بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب له أهمية قصوى، لأن الإشكاليات التي يتعين علينا مواجهتها اليوم تكتسي في معظمها طابعاً كونياً ومشتركاً فيما يخص الإشكاليات. فمن الحكمة كذلك تدارس سبل مأسسة عملية التشاور والتواصل بيننا وضمان استدامتها من أجل الاستفادة من كل الممارسات الفضلة. بغرض ذلك نقترح في هذا المؤتمر إحداث أرضية شبكة
أو لشبكة للآليات الوطنية الإفريقية من التعليم، تكون مهمتها تبادل تجميع الخبرات وتحليل المقاربات، الاستفادة من جميع الممارسات الفضلة وتطوير المبادرات وضمان استدامتها على المدى الطويل، بما يسمح بتجاوز المقاربات التي تنبني على عقد اجتماعات دولية فقط قد تتلاشى مخرجاتها بمرور الوقت، ولن أكون ضمن هذا الشكل. إحداث الشبكة أو الأرضية أو البلاتفورم هو التزام، سيكون التزام قوي منا جميعا كمؤسسات وطنية وكآليات وطنية بإفريقيا بالعمل معا أولا بشكل وثيق لتحقيق النتائج المرجوة وتطوير ترافعنا المشترك وتقديم توصياتنا سواء لدى الآليات الإفريقية أو الأممية. لابد أن أشدد أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المجلس الوطني هو فعل حقوقي نطمح أن يكون أساس منظومة نبنيها مع مختلف الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، شركاء وطنيين حاضرين معنا داعمين لنا وإقليميين كذلك حاضرين معنا ودوليين كذلك حاضرين معنا في إطار سياسة لا تسامح فيها على الإطلاق مع التعذيب ومختلف دروبه. هدفنا الأسمى في إطلاق هذا المؤتمر هو إطلاق تكريس وتملك مختلف الفاعلين الذين نشتغل معهم لثقافة زيرو توليرانس والتورتور، أقصد بها عدم السماح أو التسامح مع التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو المهينة واللا إنسانية. سنسعى خلال اليومين كمؤسسات وطنية وآليات وطنية تبني مقاربة مشتركة للعمل معا لعدم التسامح مع التعذيب في قارتنا الإفريقية. شكرا لكم سيد الرئيس.